طب كابتن، انا هقطع اتفضل. حضرتك يعني قليلا، لا اتفضل. بس احنا حريصين طبعا يكون معانا في الاستوديو كل الاجيال اللي مسيرة النادي الاهلي وكان ليها دور كبير جدا في البطولات. معانا الكابتن شرهان سامح احد نجوم النادي الاهلي السابقه ونجمه كبيره وشاركت في بطولات افريقيا كثيره. اهلا بيك يا شرهان. كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ منوره الدنيا على شاشه قناه النادي الاهلي. الله يخلي حضرتك، انتوا اللي منورين، وكابتن نجله وكابتن بدريه منورين دايما كده. يمكن انتوا اسره يعني كره طايره مقصله، يمكن نهله سامح كابتن الفريق اختك طبعا، واكيد يعني واحمد سامح بتأزر انت كان الفريق دايما. بشكل كبير. شرهان، يعني تقولي ايه في البطوله دي وهي على ارض النادي الاهلي؟ انا اقول يعني هو ده مش حاجه جديده على النادي الاهلي، ان هو عامل بطولة ما شاء الله من أول يوم الناس بتشيد بيها بكل الفرق، ويعني ومش اللي موجودين بس، واللي بره وأصحابنا اللي بره والفرق اللي ما جاتش. يعني أنا أحب في الأول أنتهزها فرصة وأشكر كل اللي قايمين على البطولة من أكبر واحد لأصغر واحد. طبعا يعني مجلس الإدارة عامل شغل عالي جدا وما تأخرش عن الفرق في أي حاجة، في معسكر وإمكانيات ويعني كفاية. حفل افتتاح امبارح كان جميل جدا، حاجة مشرفة الصراحة، بس يعني دي مش حاجة جديدة عن النادي الأهلي وأبنائه. فأنا بنتهز فرصة من خلال برنامج حضرتك إني فعلا أوجه الشكر لكل واحد قايم على البطولة دي وكل اللجان اللي شغالة في البطولة. شرهان، نفسك اتفتحت اللاب عايزة تلعبي ولا حاجة؟ والله صحيح. أول ما دخلت قلت نفس الكلمة والله العظيم فعلا. شفتي بقى، الكواليس بتجيلي على طول. لا بس هو يعني هو ده يعني طبعا شعور وضع طبيعي، انت بنت النادي الاهلي ودايما عايزه تكوني في الملعب، بس انت تقدري بتوجيهاتك للاهلي تكوني ليكي دور كبير جدا جوه البطوله. اكيد طبعا، هو الحمد لله يعني الواحد على قد ما يقدر والله بيحب يعني يساعد الفرقه ويحب يشوفهم دايما في المركز الاول، والواحد على قد ما يقدر يعني يقدر يخدم النادي الاهلي او يرد اي يعني جزء بسيط من اللي الاهلي عمله لينا. فده وحضرتك اكيد يعني واضح من كل الاجيال، حضرتك شايف اي حد بيبقى يعني نفسه يساعد الاهلي او يرد اي جزء من الجميل بقد يعني على قد ما يقدر، واي حاجه الواحد فعلا المفروض يقدر يقدمها بيقدمها من غير ما يفكر فعلا. فالحمد لله طبعا الواحد على قد ما يقدر بقدر اتكلم مع نهله، وهم الحمد لله نهله تعتبر قديمه جدا برضو الحمد لله، فبرضه هي الحمد لله لما الفرقه وبتقدر تكلمهم، وانا اللي ببقى يعني لو شايفه حاجه فعلا بقدر اقولها لهم لنهله او لبقيه الفرقه كلها. ما بتاخرش طبعا لان دول كلهم اخواتي، وان شاء الله يعني هدفنا كلنا ان احنا نكسب البطوله ونطلع اول يا رب ان شاء الله. طب شريهان، يمكن قبل يعني مداخلتك كان معانا كابتن رؤوف عبد القادر وكان بيتكلم على التشجيع المثالي لجمهور النادي الاهلي. انا احب طبعا اسمع منك ككابتن النادي الاهلي السابقه ولعبت طبعا في اجواء كثيره، يعني رساله لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله ابتداء من بكره. ان شاء الله، يعني انا عارفه ان جمهور النادي الاهلي ما بيتاخرش على فرقه خالص، وحضرتك شفت طبعا في البطوله العربيه لما كانت هنا في الاستاد كان اكثر من رائع. انا احب اوجه بس الجمهور ان هو ان شاء الله يقادر الفريق من اول بكره لحد ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونوصل للنهائي ونكسبه ان شاء الله. ودي مش حاجه جديده على الاهلي، بس يعني انا برضو بوجه دعوه ان هم يجوا يبقوا متواجدين ويبقوا مساندين للفريق. وهما كان في جزء فعلا امبارح، بس اكيد يعني كلنا عارفين طبعا لان كان في مباراه كره قدم، فده اللي ممكن ما خلاش ان الجمهور كامل. لكن انا حتى يعني من متابعتي المواضيع ان التذاكر حتى خلصت جدا اللي كانت مخصصه للجمهور، فانا متوقع ان من بكره ان شاء الله هلاقي الجمهور مالي الصاله كالعاده ان شاء الله. ان شاء الله. شريهان سامح طبعا نجمه الفريق وكابتنه الفريق السابقه، نورتينا على شاشه قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا. يمكن احنا كنا بنتكلم على كلمه كابتن رؤوف وشرهان، الروح والايجابيه ودايما تلاقي يعني كنا حريصين طبعا في ملوك الصالات ان احنا يكون معانا كل الاجيال صحيح. وكل اللي مثلوا طبعا النادي الاهلي ده بصراحه صحيح. يوم يعني زي ما بيقولوا فرح كبير صحيح. والحقيقه ده انتوا اديتوا النادي الاهلي كتير، والنادي الاهلي الحقيقه يعني ما كانش يعني هيقدر ياخد البطولات دي الا بمجهود وعرق والله على قد اللي هو اداه لنا النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره ما يعني بيقف معانا في كل بطوله، في كل ما قصرش معانا في اي حاجه. ايام ما كنا بنلعب جميع المعسكرات بنطلعها، جميع الاحتكاكات اللي احنا عاوزينها بتبقى متواجده، الفنادق اللي احنا بننزل فيها على اعلى مستوى، يعني كل شيء كان متهيئ لنا. فيعني احنا بنرد جميل يعني حاجه بنرد حاجه من جميل النادي الاهلي عليه. طب كباتن، احنا معانا تقرير مع فريق الكاميروني طبعا كواليس البطوله، نشوف التقرير وارجع لحضراتكم.